الشباب هم أمل المستقبل، فمع الصدق بالعمل والإصرار على تحقيق النجاح تزول الصعاب والشدائد. حميد طباخ أحد مهجري محافظة اللاذقية يتقدم اليوم لامتحان الشهادة الثانوية في منطقة جسر الشغور، متحديا مشقة النزوح والعيش في المخيمات. أول شيء بداية حسيت بشوية تعسر من موضوع أنه بعيد عن جسر الشغور، موضوع أنه كيف آلية الطريق، ولكن يعني رب العالمين يسر علي، يعني يسر علي الأمر بدرجة يعني عظيمة سبحان الله. يعني فيعني أحد الأخوة ساعدني بموضوع البنزين، والآخر ساعدني أعطاني ميتور وتيسرت، نزلت يعني على تقديم الامتحان بأريحية الحمد لله. وبالنسبة للأسئلة يعني كمان يعني على مقدار التعب الإنسان راح يحصد يعني بالأخير. وهون بالمخيم يعني مخصص لي غرفة صغيرة، هاي الغرفة اللي قدامك لموضوع الدراسة. كمان يعني بالنسبة لجو العائلة كمان يعني مهيئ لي جو ممتاز، يعني ما بس جيد، غرفة صغيرة وكتبي دفاتري وعم بدرس. يعني يرابط حميد بإحدى النقاط العسكرية في واحدة من الجبهات المحاذية لمناطق عصابة الأسد، وذلك بالتزامن مع انشغاله بدراسته والمهام التي تواجهه في حياته اليومية. التنسيق يعني هو أمر بسيط، يعني بس الإنسان يكون عنده رغبة ويكون أنه ناوي لهذا الشيء فهو موضوع بسيط. بالنسبة للرباط كانت أطلع مع الشباب، يعني غالبا الشباب والله هيقوا لي جو حتى يقولوني يعني ما تطلع بالليل إذا بدك، تطلع بس بالنهار كرمال تدرس كرمال كذا. لا يعني أنا بستطيع بالنهار روح على دشمة خلفية مثلا لحالي، ادرس لحالي هدوء، وبالعكس أحسن من جو المخيم للدراسة ألف مرة. يعني بكفي هدوء ورواء وجو يعني طيب، يعني الشباب اللي بيطلعوا بيعرفوا هذا الحكي. طبعا اكيد بنصح الشاب العميد انه يجاهد، بما انه الجهاد فرض عين علينا واكيد بنصحه انه يجاهد. الجهاد ما بيعيق عن الدراسه نهائيا، يعني الانسان قادر يجاهد وقادر يطلع على الرباط وقادر يدرس، وفي تسهيلات بالنسبه للشاب المرابط، يعني بوقت الامتحان قادر ياخذ اجازه، وبالعكس في مساعده بهذا الموضوع يعني لدرجه كويسه الحمد لله. بنصح الشباب المجاهدين يدرسوا لعده اسباب، يعني اولا انه بالمجال العسكري في كثير ثغرات بحاجه لانه نسدها، طبعا يكونوا شباب دارسين ومثقفين لهذا المجال، يعني مثل ما بنعرف مثل ما بالحياة المدنية بحاجة لشباب دارسين، والحياة العسكرية كذلك الأمر. والموضوع يعني سهل وبسيط جدا، وسبحان الله تيسير، يعني تيسير عظيم من الله عز وجل. يعني نحن مستمرين بهذا الطريق، مستمرين بجهادنا، مستمرين ببندقيتنا، مثل ما مستمرين بالقلم. يعني فهو سلاحين، سلاح مثل ما يقول سلاح البندقية وسلاح القلم، ومستمرين بإذن الله عز وجل. حميد طباخ هو واحد من المجاهدين الكثيرين الذين يدرسون ويجاهدون، فالمجاهد يجب أن يكون مثقفاً وإلا تحول لأداة تحركها الأهواء. من ريف جسر الشغور، يوسف خليفة للمبدعون نيوز.